مجزرة ثانية ترتكبها مقاتلة سوري حربي ميج 23 وسط سوق شعبي ومنطقة الصناعة وسط مدينة سراقب. طبعا حتى الآن لا حصيلة أولية عن أعداد القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء هذه الغارة وسط السوق الشعبي والمحلات التجارية كما تشاهدون هنا الآن هنا في منطقة الصناعة في مدينة سراقب. طبعا حالة رعب تشهدها المنطقة الآن بعد هذه الغارة التي نفذتها المقاتلة الميج 23 بالصواريخ الفراغية، خلفت حتى الآن لا نتكلم لا أعداد أولية عن أعداد الضحايا، لكن هناك ضحايا كما أفادوا لنا فرق الدفاع المدني، هناك عدد كبير من الجرحى طبعا قد تم انتشالهم ونقلهم إلى المشافي الميدانية وجلهم إصابتهم خطرة بسبب هذه الغارة. كما تشاهدون حجم الدمار هنا في هذه المحلات التجارية التي استهدفتها المقاتلة الحربية الميج 23. قبل قليل تم استخراج شخص من هنا قد فارق الحياة من تحت هذا الركام. طبعا كل هذا الركام هو بفعل المقاتلة الحربية السورية ميج 23 وصواريخها والصواريخ الفراغية. في صباح اليوم كانت هناك مجزرة في مدينة معاوية النعمان. طبعا أجواء محافظة إدلب تعج بالمقاتلات الحربية السورية والروسي، مجازر ترتكب بحق المدنيين وصمت أممي وعالمي عما يحصل في محافظة إدلب. قام الطيران الحربي باستهداف مدينة سراقب بغارتين جويتين بصواريخ شديدة الانفجار، مما أدى إلى دمار في المنازل في محلات تجارية للمدنيين وسقوط 4 شهداء والعدد قابل للزيادة، هاي كحصيلة أولية، وعدد من الجرحى، وما زالت فرقنا في الدفاع المدني السوري تبحث عن ناجين من تحت الأنقاض. نحن محلنا هون وما في محلات صناعة وسوق هال وما في شيء، ما في شيء خالص نهائيا، مواقع مدنية يعني ما في شيء. لحد الآن صار الحصيل الأولي لحد الآن 7 شهداء كلهم أطفال وأصحابين محلات، يعني ما في شيء لحد هلق طالعنا واحد منهم كنا من تحت المحل، ما في شيء يعني كلها محلات، يعني محلات تجارية يعني ما هو كلها. أصبحت الآن حالة رعب لدى المدنيين في سراقب أو في أفجاء محافظة إدلب؟ طبعا حالة رعب، عايشين بحالة رعب، يعني ما في شيء. تيجي الطيران عم بيضرب المدنيين، ما في شيء، لا في مقرات، لا في مثلا ارهابيين، لا في شيء، يعني كله مدنيين هون.